ليش انسحبت؟ أعطوني بارودي فرنساوي وأنا متدرب على بارودي إنجليزي. أقولهن ما بصير، يقولوا لي مهني زي بعض. بتذكر بسنة 1947 التحقت بالمدرسة الحربية التابعة لجيش الإنقاذ في قطنة، ولما إجانا أمر بالدخول إلى فلسطين عبر الأردن حطوا مكبرات الصوت، وكان معنا المغنية سهام رفقي، كانت مشهورة بهذاك الوقت، وصارت تغني جينالك يا فلسطين جينالك. كان معنا شباب من كل الجنسيات، عراقيين وسوريين ويمنيين ويوغوسلاف وأفغان، وكنا فايتين من شان نحارب. بتذكر وقتها خدنا معارك كتير ضد مستعمرات اليهود، وأحيانا كنا ننتصر. وفي مرة نزلت معن على مستعمرة كفر سابا حد القدس، وكانت معركة قوية وحامية، وبالنهاية احنا انتصرنا على اليهود وكنا متحمسين وصرنا نغني. شنينا هجوم كفر سابا وبالبنادق قصرنا بوابا، شنينا هجوم كفر سابا وبالبنادق قصرنا بوابا، 2000 واكتر كسرنا رقابا، 2000 واكتر كسرنا رقابا، وتاريخنا تسجل بارض الوادي. وبقينا نخوض معارك ونقوم بهجمات لحد ما دخلت الجيوش العربية فلسطين في ايار، وطلبوا من جيش الانقاذ الانسحاب، وفعلا انسحبنا لسوريا بعد 3 ايام. بس ما طولنا، عودنا نظمنا حالنا واحتشدنا في جنوب لبنان، ودخلنا فلسطين من الشمال، وانتشرنا في عيلبون والناصرة وترشيحة، وخضنا أصعب معركة في قرية الشجرة ما بين طبرية والناصرة. ووقتها أعطوني بارودي فرنساوي، قلت لهن يا عمي أنا متدرب على بارودي إنجليزي، شو بدي أعمل فيها هاي؟ شو بدي أعمل فيها هاي؟ ما رضي يبدلولي البارودي. زعلت وروحت على صفوريا حتى أشوف عيلتي وأطمنهن علي. يومها المناوشات كانت مبلشة، قمت تشاركت أنا واحد ببارودي إنجليزي، وما فيش أسبوعين وبلشت المعارك وانهزمت الناس ومعن عيلتي، وإحنا انسحبنا على عكا. هناك وصلت أخبار إنه جماعة المفتي جابوا سلاح، رحنا التحقنا معن وطلعونا على الزيب. كان جيش الملك عبدالله مرابط هناك، دربونا وعطونا ذخيري وسلاح، وقالوا لنا أنتوا خليكم هون، واحنا راح ننزل باتجاه صفد. 3 اسابيع وسقطت الزيب، قمنا طلعنا عرميش حتى نكون على الخطوط الامامية، وقعدنا هناك 24 ساعة. عاودوا اجوا وطلعونا على عين ابل، رجعنا التحقنا بجيش الانقاذ وبقينا فيها حوالي 20 يوم، ومنا حملونا لبيت صاحور، عسكرنا فيها 3 اشهر. وبعدين اجا قائد من الجيش وقال لنا في تبديل، الجيش العربي راح يستلم محلكم، وانتوا راح تنتقلوا على الشام للاستراحة. اتركوا السلاح الثقيل والذخيرة وخذوا معكم السلاح الخفيف. واخذونا على معسكرات قطنة، ومنها صاروا ينقلونا للجولان لبانياس لدمشق وعلى الحدود شرق الحولة. وبقينا على هالحال حوالي 6 اشهر. كانت جامعة الدول العربية تعطينا معاش 55 ليرة بالشهر. وبعد 6 اشهر ما عاد في إلنا لزوم، كنا مثل المحابيس، لا عم بنقاتل ولا شيء. قاموا صرحون، وقتها الحرب كانت خاصة في فلسطين واليهود احتلوا كل الجليل، حتى المناطق اللي ما كانت داخلة ضمن قرار التقسيم. اللي بدي أقوله بالآخر، حقنا راح ناخده، بالمنيح راح ناخده، بالعاطل راح ناخده، اللي بكفي للآخر هو الربحان، وإحنا ما قصرنا، وفلسطين راح ترجع لنا، يمكن مش على ايامنا، على ايامكم. احنا بندعي لكم تلحقوها وتتذكرونا فيها، تذكروا اجدادكم واهلكم اللي فلحوا وعمروا هديك البلاد، وضحوا وشافوا الويلات وتحملوا معاناة ما تحمل اي انسان.